انا وليدي ولدت وربيت وكبرت، وجات وحده ما بين ليل ونهار غبرت ليا الولد ديالي، ما عرفتو ميت ما عرفتو حي. ما عادش بالو راه غيديروا له هكا. قلت له وليدي واش عاد بالك؟ قلتي لهم لا. قال لي امي عادي. قلت له عادي تتصنتي على عادي. كانوا هذاك النهار باغيين يقتلوه. دخلت كنسول بحال الحمقى، مالو صحابونا هاد بوزاني حتى قالوا لي راه غرق، راه في البحر راه غرق. الى يومنا هذا ما دفنت ولدي، ما شفتو، ما دفنته. انا سيده فاتحه ام عبد القادر الحيرش، انا ولدي انا اللي وهمتني هاد السيده، ما عرفت ولدي ميت ولا حي. وهمتني ولدي من 2019 22 شهر 4 من تما وانا كنعاني ولدي. انا ولدي ولدت وربيت وكبرت، وجات وحده ما بين ليل ونهار غبرت ليا الولد ديالي، ما عرفتو ميت ما عرفتو حي. كيعرفها سيدي هادي، سيدي ولدي خدام تكنيسيان، كيعيطوا ليه الناس شي كيصيفطوا عند شي تليفونات واخدن من عنده، عنده كارت فيزيت ديالو، كيعيطوا له الناس باش يخدم لهادو. داروا معاه علاقه ديال الزواج، البنت ديالهم جا قالنا غادي ناخذها. مشيت انا وبوه، ماشي غنكذب، مشيت انا وبوه لعندو، مشينا غير تعارف، مشينا غير نشوفو اي واقفين نجلسو هكا ونخرجو. مدينا دفوع، مدينا خطبه كبيره، مدينا عائلات، مدينا حتى شي حاجه، يا تعارف. مشينا دوينا جينا بحالنا، دوزنا واحد جوج سيمانات هكاك ولا ثلاثه. قال لبوه انا ما غاديش ناخذها با. قلنا له علاش؟ قال لك ما صالحاش ليا وما غنصلحش ليها، ما غاديش ناخذها. هذوك الناس ما صالحينش ليا، وديك البنت صعيبه عليا بزاف، ما غاديش ناخذ هذوك الناس. صافي هي تبدات العداوه، بدات العداوه. واحد النهار كانت عندي واحد المناسبه ديال واحد الدريه بنتي، مصيفطه لي هذيك ليله المناسبه، مصيفطه لي صاحبتها للدار عندنا، باغيه دير علاقه مع الوالد وبيتها تما. والصباح معيطه للولد باش يصايب لهم شي حاجه في الدار. الولد مشى على نيتو عندهم، ما عادش بالو راه غيديروا له هكا. قلت له وليدي واش عاد بالك؟ قلتي لهم لا. قال لي امي عادي. قلت له عادي تتصنتي على عادي. كانوا هذاك النهار باغيين يقتلوه. قال لي امي، قال لي عاود لي هو، قال لي امي انتي من منعت بهذا الشيء راه بحال اللي عاد زدت من كرشك. الولد عجبوا به، قال لي من دخلوني للدار، قال لي دخل للدار عاد بالي غنخدم. قال لي امي كتقول لها هاك القهوه، هاك شرب كاس ديال القهوه، زيد تفطر، ما بغيتش نفطر، كتشربني داك الكاس ديال القهوه بالتلحيح. قال لي شربت منه شي حاجه عطيتها. قال لي راسي تقلب عليا، ما عرفت شنو طرا فيا. شافوا الناس برا قدام الباب ديالهم حالته مفروع من هنا من كرشو، مصوت مقطع ليه الحوايج واحد الحاله. واش شافوه الناس فكوه؟ ما عرفتش ديك الجريمه اللي كانت تما وما تبعتهمش السلطات تما يحقوا معاهم، ما عرفتهاش. انا كنت مريضه وليدي، كان عندي السكر، كنت مريضه حتى الليل. عاد قالوا لي هذا الشيء الغدا بوه داه الوكيل العام ديال تماره، دار شكايه، دفع التصاور، كل شيء عنده، كل شيء عنده. داك الكلام اللي قيل هو في ديك الشكايه هي عندي، وباقا قدام قاضي ديال تماره باقا كنقابل فيها الان. هي هذيك نسحبوا السيده غيدير معاها القضاء شي حاجه غتشد ولا شي حاجه. كل شيء مشات تمويهات. في الاخر 22 شهر 4 2019 الجريمه الكبيره. وليدي بات معايا، ما تغداش، افطر وخلى الغدا، قال لي تنجي الوالده ونتغدى. مشى، جاتني الخبر الساحقه مع ديك 6 ونص قريبه 7، تعيطوا ليا قالوا لي ولدك راه مدابز. هبطت كنجري للبلاصه، كنسول العساس ديال الباركين، كنسول كيقول كاين شي دبوزه، كيقولوا لي لا ما كاين لا دبوزه لا والو. شويه تعيط ليا خوه، قال لي امي دوزي راه في لابريكاد، راه خويا راه شنو هاش. مشيت لابريكاد، دخلت كنسول بحال الحمقى، مالو صحابونا هاد بوزاني حتى قالوا لي راه غرق، راه في البحر راه غرق. قلت لهم شكون اللي معاه؟ واش ولدي ما كيعومش؟ ولدي ما كيمشيش للبحر؟ ولدي ما الحريق كيقول لك ما نحرقش امي، انا كنخاف من البحر، وعنده ازماتيك بعدا ما كيحملش البحر نهائيا. هي هذيك دخلت عند لجودان، قلت له سعادة لجودان شكون اللي معاه؟ قال لي فلانة. بقيت كنبكي عليه، قلت له هي قلت له السبب في ولدي. ها قلت له ها دايره معاه، ها دايره. قلت له عندهم في الدار شنو كاينه شنو كاين؟ قال لي شكون اللي قالها لك؟ قلت له قالها لي صاحبه. عيطوا لصاحبه ودخل، قالوا انت شكون قالها لك؟ قالوا معيطه ليا هي. قالوا مني عيطت لك؟ قالوا عيطت لي من تليفون صاحبي.
من تي كتبغيني وكنت خاطبك انا واخداك، عيطي لي انا، عيطي لخوتو، ما تعيطيش لصاحبو، قولي لي راه ولدك غرق. تعالوا زعما تصنتوا مفاجاه المره ولا راه كان غيموت، الثانيه هو صفيتها له هي هذه. قالوا لصاح قالوا لها جبدي التليفون، بقات كدور، قال لها قلت لك جبدي التليفون، جبدت لهم التليفون، قال لها جبد حلي الكود، ما بغاش تحل الكود، قال لها حلي الكود باش عيطتي للولد، هي تحل لهم الكود. قال لي الدراكي خرجي دابا غير مهمتنا حنا. خرجت بحالي الصباح وليت عندهم، قلت لهم انا مزوقه وروني الحوايج ديال ولدي اللي عطاتكم واللي لقيت واحد. قال لي لا جو درع وراتني على السروال والسبرديله، ها هما هما اللي كاين هادشي. قلت له فين هي الشاقيطه، فين هي التيشورطه، فين كولو التحت؟ قال لي هادو اللي عطاتنا هي هذيك. قالوا لي الطنوبيل هذيك الليله، قالوا لي الطنوبيل شي واحد من ولادك يجيبها، قلت لهم يجيبوهاش ولادي، الطنوبيل غتبقى تما، غادي الشرطه العلميه ونشوفوا شنو في الطنوبيل وتشي البلاصه اللي قالت راه طاح منها، نعرف ولدي واش طايح ولا. هادو ما داروش نهائيا، داروش نهائيا. قال لي لا، قال لي جدارمي لا جودان، قال لي شتي اش غايجيك مليح، حنا ولدك حنا دايرين غير مختفي في الملف، حنا ما غنديروهش طايح، حيت قال لي ما شافو حد، هي اللي قالت وهي عندها معاكم هذا الشيء، حنا ما نثيقوش، حنا درناه غير طايح، غير مختفي، قال لي ما غنديروش راه غارق، حيت ما شافو حد. وانتي قال لي سيري قلبي في لامورات وشوفي الله يخرجوش البحار، نتبعو كلام هي. مشيت انا كالحمقه كنمشي لامورات، مشي للسلام، مشي للقنيطره، مشي ديال الرباط، مشي ديال المحمديه، ما خليت فين مشيت والو، ما كنلقى شي حاجه نهائيا. انت تفاجئ تدفعوا لي الملف للقاضي التحقيق، جات واجهتني تما، قالت لهم، قال لها قاضي التحقيق كيفاش علاش طاح وكيفاش وعلاش ما عيطتيش على الناس وكيف، قال لها قالت له طاح على الحشيش، قال لها ديك الساعه عيطي على الناس، قالت له لا ما طاح على الحشيش، وقال لها طاح على الحشيش، قالت له ايه طاح على الحشيش. انا بغيت نعرف ولدي هذا الولد اللي طاح على الحشيش، واش الحشيش غيمشي حتى لحدا لامارين، حتى لحدا الحراسه الملكيه؟ حاشا نسمع هذه الكلمه، اللحم ديالي كيشوك، حدا الحراسه الملكيه البحريه تما غيطيح ولدي على الحشيش، ما بينه وبين هي البلاصه اللي قالت 8 متر ولا 9 متر، ولا طاح بالغرق يتشتت. بغات تقول زعما طاح لي الحشيش ونزل يجيبو ولا شنو؟ لا قالت الحشيش كان تما، خناشي تاع الحشيش وهبط لي ولدي غيطلعهم، هي قالت لهم كارطونه تاع الحشيش كانت تما لوحه، وهاد الكارطونه شكون اللي قالها لها؟ شكون قال لها هاد الكارطونه كانت تما؟ قال لها قال لها قاضي التحقيق وشكون كان معاه؟ قالت له قال كانوا جوج، جوج قالوا له راه كاينه كارطونه ديال الحشيش، هاد الجوج اللي قالوا لولد الحشيش مالهم ما مشاو طاحوا عليه هما؟ ياك فيها الملايين، علاش ما طاحوش؟ شي ولدي طاح عليها، وهذا ولدي اللي طاح، تجي الشرطه العلميه ويشوفوا ديك راه واش ولدي طايح من تم، غتبقى الاثارات ديالو، غيبقى الدم تما، غتبقى شي حاجه، ما كاينش وليدي، غتجي شي كوبطير غتهزو، يلاه من غيطيح راه خصو كوبطير غتهزو. تموها تموهتني راه طاح على الحشيش، ما كاينه لا حشيش لا ولدي، ولدي ما عنده سوابق ديال الحشيش، ولدي ما عمرو تشد في الحبس، ما عمر شي ولدي شي واحد دعا ولدي وعنده شي حاجه خايبه. هي اللي قالت هاد الكلام، هي كتحمل المسؤوليه هي. ومشيت عند وكيل العام، دخلت عنده بكيت عليه وعطاني برا وديتها للولايه، قال لهم في هذاك التاريخ نيت، قال لهم ها سيروا ديروا لا ضيئ لهاد المراه وراجلها، جميع الجثات اللي خرجوا من البحر ولا يكون عظم، داروا لنا لا ضيئين، وكل مره كنمشي عندهم وكيعيطوا عليا كنمشي، في الاخر قالوا لي ما كاينش لالا ولدك، عطاوني رقم الملف بلا ما كاينش، وصيفطوا لي رقم الملف الوكيل العام. دوك الناس الولايه مشيت عندهم عاد حسيت براسي رانا ولدي رانا ضايع ليا ديك الساعه. الى يومنا هذا بقى الى يومي الى يومنا هذا ما دفنت ولدي، ما شفتو، ما دفنتو، ما شافو حد، راه كيغرق. من تي كتبغيه حيطي على الناس، قول لهم زيدوا هو كيغرق، غيشوفو شي حد غيبرد قلبي، حتى شي واحد ما شافو. هي اللي كتقول، هي اللي كتقول راه غرق. البورطابل ما عطاوه لياش، التليفون بقى عندها، التليفون ما عطاوه لياش ديال ولدي، خصني نشدو، ما عطاونيش التليفون، الخبره ديال التليفونات ما دارتش. ملي طاح ولدي ما جاوش البومبيه، يومين ولا ثلاث ايام وانا كنمشي ونجي عليهم، واحد قال لي ما جاتناش شي اعلام باش نمشيو حنا نقلبوا على ولدك، نطغوا نغطسوا على ولدك. والحوايج كيفاش كيفاش غتجيبي حوايجك هو طاح فيهم؟ كيفاش غتجيب الحوايج ديالو؟ اه شدوها قال لك بالحوايج ديالها، حوايج
رسالتك اليوم للمسؤولين؟ رسالة من المسؤولين، كنطالب رئيس النيابة العامة السيد داكي الله يجازيه بخير، رانا هو اللي دخلت عندو وعطاني ديك البرد ديتها الولاية، أنا كنناجدو من هذا المنبر الله يجعل ربي يوقف معاه، كنطالب بالحموشي يعاودوا التحقيق، إعادة تحقيق لهاد الجريمة ديال ولدي، نعرف ولدي ميت ولا حي، نعرف ولدي فينا هو، وهاد الحشيش اللي قال طاح عليه ولدي فينا هو، هاد الحشيش وفين هو هو ولدي، دير شكاية الرئيس الرئيس النيابة العامة وعطى أمر للبوليس يعاودوا معها التحقيق، عاودت معاهم التحقيق وعطاتهم نمرة غالطة، عطاتهم عنوان مجهول ديال تمارة، سدوها الدار ديالهم كيمشيو للسيدعات كيرجعوا، عطات البوليس رقم مجهول هو باقي عندي في الملف، وداك الرقم ديتو حتى المحكمه ديال طنجه، عطاتهم السكنه في طنجه والشارع في طنجه، ومشيت تما المحكمه ومشى معايا العون يومين والعون كيقلب، حتى مشينا للمقاطعه ديال تما ومشى معنا المقدم وعاد قلعنا الشقه اللي عاطياهم وكل شيء، وتخرج عندنا العساس قالنا ها انتم ما داير لكم الشارع هو هذا والشقه هي هنا، ولكن رقم الشقه ما كايناش، العماره هي هذه ورقم الشقه ما دايرين هناكش ما كاينش، وهاد السيده اللي قالت لكم راه ساكنه هنا قالنا عا كذبت، عطياكم هاد الشيء مو تمويه عا كذبت، جد تبليغ بالله راه جدو بالله عا كاذبه، عطيته للمحاميه وحطاته في المحكمه، دابا راه عاد في هاد التصريح ان شاء الله يا ربي عاد جات هي، ودابا عاد الجلسه عاد تفتح من مادة وجديد، وعايت عاود كل شيء من مادة وجديد بجهد الله تبارك وتعالى، وداك السياط انا ثاني كنتابع على شي كلام خرج قالو سامحه الله عنده وليدات وعنده خوته حتى هما ان شاء الله غيكون حتى هو في التحقيق، اللي قال لهم طوموبيله كحله راه حطاتهم وياها، والطوموبيله ديال ولدي ماشي كحله، نعرفها الطوموبيله كحله اللي كانت هزه ولدي هي والبنت وحطهم في جنب البحر، نعرفها يكون في التحقيق، كلامه كله عندي خرجوا بصيدية وكلشي مسجل، كلشي إن شاء الله راه في القضاء، قلوبنا ما غنتفاكش معاها لا اليوم ولا غدا، حتى يبان لي الحقيقة ديال ولدي، وأنا تايقة في العدالة، عندنا التحقيق الحمد لله في استئناف ديال الرباط، أنا عندي اليقين، الحمد لله، الحمد لله، أنا مآمنة بالله وغتبان لي الحقيقة نعرف ولدي ميت ولا حي.